خلينا نروح بقى للقائمه اللي سواريش طبعا اعلن عنها استعدادا خلاص للمباراه النهارده اللي هتكون الساعه 9 على ملعب خالد بشاره. خلينا نقول تحديدا ايه هي القائمه: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعه، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، اليوت ديانج، عمرو السوليه، صلاح محسن، محمد مجدي قفشه، وعلي معلول، محمد محمود، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، وحمد هاني، واحمد نبيل كوكا، ومحمد اشرف، وزياد طارق. كلها اسماء احسن من بعض ان شاء الله، كل التوفيق ليهم النهارده. خلينا برضو نطمن حضراتكم، لان من ناحيه ثانيه الدكتور احمد ابو عبله قال ان حسين الشحات اشتكى للاسف من الام شديده في الركبه، وهو ما جعل الجهاز الفني يفضل ان هو يخرج من قائمه الفريق ويستكمل طبعا الفحوصات الطبيه لتحديد بقى هنا موعد عودته مره ثانيه للتدريبات الجماعيه ان شاء الله تكون يعني خلال الايام اللي جايه. فده تحديدا كل الابديت الخاص او اخر التطورات الخاصه بالفريق. قايمة كويسة جدا انا بشوف كده الحمد لله، ما فيش غيابات كمان في عناصر اساسية، كلهم عناصر اساسية، بس ما فيش غيابات الى حد كبير. فاكر الفترة اللي فاتت ده في لعيبة وحشتنا من كتر ما غابوا عننا الفترات اللي فاتت، ربنا يسلمك. كنا بنقول بتسع اسامي وبخمس اسامي في كل ماتش مباراة. انت انا فاكر 11 تقريبا الخبر ده 11 يعني فريق كامل غايب. حاجة صعبة. فان شاء الله اللي جاي يكون احلى واجمل باذن الرحمن.